وللتعليق على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق والمتعلق بمجازر الاحتلال الصهيوني وجرائمه في فلسطين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين معاذ البدري. أهلا ومرحبا بك أستاذ معاذ. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم وبمشاهدي قناة الراشدين الكرام. حياك الله أستاذ. بعدما يزيد على 9 أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة وما خلفه من عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، لا تزال آلة الحرب والاحتلال العسكرية ماضية في حصد أرواح الأبرياء. برأيكم على ماذا يدل سلوك الاحتلال هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن عدوان الاحتلال على غزة وسائر المحاور الفلسطينية الأخرى في جنين مثلا، أو ما يتعرض له أهلنا في الضفة الغربية، أو ما يحصل للأسرى والمعتقلين من انتهاكات فظيعة، هذا كله له منطلقات ودوافع أبعد في حقيقتها عما هو ملاحظ أو معلن. نحن هنا لا نتحدث عن ردود أفعال بعد معركة طوفان الأقصى، أو عن مزاعم الدفاع عن النفس كما تروج دوائر الإعلام الغربي وغير الغربي المنحازة للكيان الصهيوني، والتي هي بذاتها لا تؤمن بهذا الطرح على أنه مبرر للعدوان. بل حتى على صعيد ما أعلنه الاحتلال نفسه من أهداف لا تمثل دافعا حقيقيا أو ذا مصداقية لهذا الحجم من العدوان، بدليل أن الاحتلال ما يزال بعد انقضاء الأشهر 9 على هذه الوتيرة والنمط المتكرر من المجازر والاستهدافات المتواصلة للمدنيين ومنشآتهم وأماكن إيوائهم، ورغم ذلك لم يحقق شيئا من هذه الأهداف. وإلا فإن السعي نحو هدف حقيقي يقتضي عدم الاستمرار في استخدام الوسائل الفاشلة ذاتها التي لا تحقق شيئا يوصل إلى هذا الهدف. لكن الاحتلال رغم ذلك مستمر على طريقته التي لم تقربه من أهدافه التي أعلن عنها. فعلى ما يدل سلوكه هذا؟ بلا شك يدل على أن أهدافه التي أعلنها ليست مقصودة بذاتها، بقدر ما أنه راغب في أن يعطي الشخصية الصهيونية ما يمكن أن يسميه حقها بين قوسين في التعامل مع الجنس البشري. كلنا يدرك أوصاف الشخصية اليهودية القائمة على الكراهية والبغضاء والاستعلاء على الخلق وغير ذلك من الأوصاف التي وثقها القرآن الكريم، التي تدل على دناءة بني إسرائيل وبين حقيقتها في مواضع كثيرة. وجميع من يراقب المشهد أو يقرأ التاريخ يعرف حقيقة الشخصية الصهيونية وقيامها على العنصرية التي تقتضي اجتثاث كل ما هو غير صهيوني. فكيف بنا اليوم والاحتلال يجمع بين هذين النمطين؟ برأيي أن الاحتلال الصهيوني وهو يراقب أحداثا تقربه من لعنة العقد الثامن يشعر بالخوف الحقيقي والشديد من كل نواة من شأنها الإسهام في الوصول إلى نهاية ما تسمى إسرائيل. وغزة بطبيعتها أنموذج حي وواقعي لهذه النواة، لهذا لا يكف الاحتلال عن السعي نحو إبادتها بالكامل واستئصال أي نمط للحياة فيها. فغزة هي عقدة حقيقية بالنسبة له، يريد أن ينهيها مهما كان الثمن ليستجلب لنفسه شيئا من الاطمئنان بإبعاد المخاطر عنه. هذا ظنه وهذا مراده، لكن المقاومة وصمود أهلنا في غزة وإيمانهم وثباتهم بلا شك لهم رأي آخر، فستكون الغلبة في آخر المطاف بإذن الله تعالى، لأن العبرة دائما بالخواتيم. لا بمجريات الأحداث. طيب أستاذ معاذ، هذا المشهد الدموي الذي تصوره آلة الحرب الإسرائيلية كل يوم في ظل تحركات خجلة من المجتمع الدولي، ماذا يكشف بالنسبة لكم؟ الحقيقة قد تختلف الأفهام في تقييم حركة المجتمع الدولي تجاه ما يجري في فلسطين عامة وفي غزة على وجه الخصوص. وهذا التقييم ليس وليد اليوم، بل هو ممتد منذ أن دشنت القضية الفلسطينية المشهد، وبلا شك فهو تقييم لا يسر مطلقا. إذا أردنا التوصيف الدقيق، فالمجتمع الدولي نعم له حركات خجولة، لكنها ورغم خجلها أبدا لم تكن يوما لتخرج عن مزاج ما تسمى الدول العظمى، ولا سجلت في يوم ما أنها حادت عن مسار ما تعرف بالتوازنات. هذه الدول وهذه التوازنات وضعت لتمكين الاحتلال الصهيوني ودعمه والنأي عن تجريمه أو محاسبته. لهذا لا عبرة بأي حراك رسمي على الصعيد الدولي ما لم يحقق على الأرض مصلحة لفلسطين ولشعبها المجاهد والمرابط. منذ 3/4 قرن لم يجن الفلسطينيون من هذه التحركات شيئا يمكن القياس عليه اليوم، لاستنباط مجرد أمل في أن المجتمع الدولي سيكون قادرا على أن يضع حدا للاحتلال وعدوانه أو أن يقر بحق الفلسطيني.
إذا أردنا أن نفهم مقاصد المجتمع الدولي من خلال النظر إلى أنماط تعامل النظام الرسمي دوليا وأقليميا تجاه قضايا المسلمين في الأمة كلها وعلى جميع الأصعدة ليس فقط في غزة وفلسطين، إذا أردنا أن نقيم تقييما عمليا أو منطقيا في هذا الصدد لن نجد سوى الانحياز لقوى الاحتلال ولمن يكون في كنف قوى الاحتلال، ولن نجد سوى التباطؤ المريض في تقديم حلول تضمن للشعوب المضطهدة شيئا من حقها. أما التحركات في المجالات الإنسانية وبيانات الشجب والتنديد ودعم وإغاثة النازحين هذه لا يمكن التعويل عليها بشيء، لأنها أصلا واجبة ابتداء تستطيع الشعوب نفسها أداءها، فهي لا تحتاج إلى تحفيز للقيام بها، وبالتالي فهي لا تمثل إنجازا معتبرا يبنى عليه شيء، لأنها لا تتعاطى مع أصل المشكلة بل تتعاطى مع نتائجها. طيب لكن هذا المشهد ونفس هذا المشهد وما خلفه من خذلان سياسي وإنساني قبل السياسي، هنالك خلفه ويقابله صمود أسطوري من قبل الشعب الفلسطيني ومن قبل المقاومة. ما مصدر هذا الصمود والدعم الشعبي الكبير للمقاومة؟ نعم، بلا شك أننا قد يحق لنا أن نشفق كثيرا على من يدون التاريخ ويكتب أحداثه ويحلل مجرياتها، لأن ما فعلته المقاومة الفلسطينية طوال الأشهر التسعة الماضية وما تزال تفعله حتى هذه اللحظة التي نتكلم بها، ما فعلته مبهر وأسطوري وغير وارد في توقعات من ينظر إلى الواقع بمنظار مادي مجرد، بل سيصعب عليه التوصيف والنظر. لابد أن نوقد حق اليقين بأن المقاومة وحاضنتها في غزة لديهما رصيد من الإيمان العميق ما يمنحهما قوة وصمودا فوق ما يتخيله البشر، ومع هذا الإيمان أخذت المقاومة ما يتاح لها من أسباب مادية للتواصل جهادها ومقاومتها، وتعمل ما أمكنها لأن تجعل من الجهاد باقيا في ذروة سنام الأمر امتثالا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلامي وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. قبل طوفان الأقصى كان الكثير يظن أن ما نقرأه في التاريخ من صحيح الروايات عن مواقف مشهودة لأعلام الأمة ورموزها وقادتها، كان الكثير من الناس يظن أن هذه لا يمكنها أن تتكرر، لكن مقاومة غزة لم تكن لتسمح لهذه التصورات الموهومة، لم تكن لتسمح لها لتمر على الجيل الجديد من الأمة وتثبت على أنها حقائق وقناعات لا يمكن تغييرها، وبذلك يضعف الجيل ويستخفي أمام أي عدوان يتعرض له. على هذا الأساس ومن هذا المنطلق تدرك المقاومة في غزة جيدا أنها لا تعمل من أجل غزة فحسب بل من أجل الأمة كلها، وتشعر أن مسؤوليتها قد تتجاوز الحدود الجغرافية وتستعلي على الجهود القطرية، لهذا تصنع صمودها بنفسها من مواصلة إنجازها. هذا الصمود من الحاضنة الشعبية للمقاومة إلى أي مدى يمكن أن يكون دافعا لصمود الأخيرة في معركتها السياسية والتي لا تقل أهمية عن معركتها في الميدان؟ نعم، إذا نظرنا إلى ما في ظل الظروف الحالية هذا هو الدافع الوحيد والضامن لصمود المقاومة، لأن غزة ما تزال تقاتل وحيدة. نعم، الجهود الشعبية في الأمة كثيرة في المجالات الإنسانية وفي التحركات الشعبية وفي الضغط الإعلامي وفي المجالات الأخرى التي يعني لا تتطلب حراكا على الأرض، الجهود موجودة، لكن بطبيعة الحال وفي الواقع المنظور غزة في الميدان وحدها تقاتل. فإذا كانت غزة المقاومة تقاتل وحيدة في الميدان العسكري على أرض غزة، فإنها أيضا في الجانب السياسي تواجه الكثير من المشكلات وتواجه الكثير من الصعاب، وهي تتعامل مع العدو الصهيوني الذي دائما ما ينكث بوعوده ولا يلتزم بأي اتفاقيات تجري، حتى وإن مورست عليه ضغوط من القوى الكبرى أو المجتمع الدولي التي تبحث عن مصلحة معينة من وراء هذه الضغوط. إذا كانت المقاومة صامدة في الميدان وفي أغلب المحاور هي المتحكمة فيه، فإنها ما تزال أيضا صامدة في محتركها السياسي، وتبذل وسعها في أن تنتزع حق الشعب الفلسطيني وحق أهل غزة سواء باتفاقية هدنة أو بإيقاف العدوان المباشر أو بفتح المعابر أو في توفير الأماكن الآمنة وفي انسحاب الاحتلال من كافة أراضي غزة. كل هذا تعمل عليه المقاومة بصمود يشبه صمودها على أرض الميدان. نعم، الأستاذ معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.